بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يوضح فضيلة الشيخ في خطبة الجمعة معنى وحقيقة السفر إلى الله سبحانه وتعالى، مدعما بذلك آيات من القرآن الكريم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. إن السائر إلى الله عز وجل في سيره يشبه السير الحسي، وأنت مسافر إلى الله عز وجل في سفرك هذا يشبه السفر الدنيوي تماما. فإذا لم تتزود بالطعام والشراب ستهلك في سفرك، وإذا لم تزود ما تركبه ستهلك ويهلك. كذلك في السير إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تمر على منازل، هذه المنازل إن لم تتزود فيها مما يرضي الله عز وجل ستهلك ولن تصل إلى الله سبحانه وتعالى. وقد بيّن الله عز وجل لنا هذا المعنى في أوائل سورة النحل، وهو يبين لنا هذين السفرين، أي السفر الحسي والسفر المعنوي. قال الله سبحانه: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هذا فيما يتعلق بالسفر الحسي. ثم قال الله عز وجل وهو يشير إلى السفر المعنوي: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، يعني الطرق التي توصلك إلى الله عز وجل. هناك طرق توصلك إلى الله، وهناك طرق جائرة توصلك إلى الشيطان. وعلى الله قصد السبيل ومنها، أي من هذه السبل والطرق، طرق جائرة تؤدي بك إلى الشيطان. ثم قال الله عز وجل: ولو شاء لهداكم أجمعين. فهذه المنازل من أهم هذه المنازل التي توصلك إلى الله عز وجل منزلة محاسبة النفس، لأن الإنسان إذا حاسب نفسه وصل إلى منزلة أعلى، وهي منزلة التوبة. لأنك إذا حاسبت نفسك حق المحاسبة عرفت ما لها وما عليها، وإذا عرفت ما لها وما عليها ازددت من التقوى وابتعدت عن المعاصي. يبين الله عز وجل هذا المعنى، وهو يرشدنا إلى البعد عن سبيل الشيطان، وهو يبين لنا أنه عدو لنا وعدو له سبحانه وتعالى. ويعاتبنا الله عز وجل ويقول لنا: كيف تستبدلون الله عز وجل الذي خلقكم ورزقكم وهو الذي يحييكم ويميتكم، كيف تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ قال الله عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا هو البدل اللائق بالظالم، أن يتخذ الشيطان وليا من دون الله عز وجل. وكان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم يحاسبون أنفسهم أشد المحاسبة، وكان يقول أحد الصالحين: لا يستقيم إيمان العبد حتى يحاسب نفسه محاسبة الشريك. انظر إلى حالك كيف تحاسب شريكك في العمل، فإذا حاسبت نفسك كما تحاسب شريكك في العمل فأنت على الطريق الصحيح. قال رجل للفضيل بن عياض رضي الله عنه وارضاه:
سأله الفضيل: كم عمرك؟ قال له: 60 سنة. فقال له لكي يتأمل في هذه المعاني التي تغيب على كثير منا، قال له: أنت منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله عز وجل توشك أن تصل. فكأن الرجل استشعر هذا المعنى العظيم، أنه منذ أن ولد وهو ماش وسائر إلى الله عز وجل، ومهما طال هذا السير فلا بد له من الوقوف بين يدي الله عز وجل. فكأن الرجل استشعر هذا المعنى العظيم وتوقف عنده وقال له: وما العمل يا أبا علي؟ يعني ماذا أصنع؟ قال له: اجتهد فيما بقي يغفر لك ما قد مضى.